السلام عليكم. اذا عندي لكم واحد لا سيري ديكزارسيس في اخر درس في الميكانيك اللي هو ايكيليبر دان كور سوليد اون روتاسيون اوتور دان اكس فيكس بالنسبه للترانسفورماسيون تيفيك. راه فيت لي درت واحد ليكزارسيس، راه نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه لهذا ليكزارسيس نيميرو 1 يعلمنا كومون ديتيرميني لو مومون دين فاس، كيفاش نحددوا لو مومون دين فاس، شنو المراحل اللي خصنا نديرو. دونك نقراو لي 3 Les trois schémas ci-dessous représentent une tige OA en équilibre. Aïdan, a le schéma le l'ul, hattani, hattalet. Donc, tige OAda, arida, OA, aya, OAA. Et donc, en équilibre, il est fait le tawazen, mais qui peut tourner autour d'un axe X delta, horizontal, passant, passant, extrémité angle. Il est possible qu'il y ait la barre, 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 la كنطبقوا واحد لا فورس اف ريبريزونت اون فورس ابليكي على اكستريميتي ا دو سيت تيج، يعني في البوان ا نحاول نطبقوا واحد لا فورس بحال هكا. مره الاخرى نديروها هنا، في الحاله الاخرى نحاول نطبقها بحال هذا الشكل. دونك لا بروميير كيسيون ريبريزونتي لا ديستانس مينيمال كي سيبار لا دووات داكسيون دو لا فورس اف اي لاكس دو روتاسيون. علاش كنحددوا حنا لا ديستانس مينيمال؟ حيت حنا باش نحسبوا حنا لو مومون ضروري خصنا نكونوا عارفين دي لا ديستانس كي لا ديستانس مينيمال او بيان لا بلي بوتيت ديستانس كي سيبار لين داكسيون او لا دووات داكسيون. شنو غنديروا؟ اول حاجه المرحله الاولى هو انني نرسم لين داكسيون، يعني لا دووات داكسيون ديال لا فورس. من بعد كنرسم واحد السيغمون، هذيك السيغمون خاصها تكون عموديه جايه من لاكس دو روتاسيون في البلاصه كاين، وخاصها تكون هنا اونغل دووا، يعني خاصها تكون عموديه على هذاك لي لا دووات داكسيون ديال لا فورس. اذا هذه هي لا بلو بوتي ديستانس، يعني اصغر مسافه ما بين محور الدوران دلتا وما بين لين داكسيون. اذا هذه هي دي. اذا في هذه الحاله لو وضعنا مثلا هذه هي اش، اذا عندي دي كتساوي او اش. في الحاله الاخرى اذا خاصني نرسم بعدا لين داكسيون هو الاول، من بعد نقلب على اصغر مسافه ما بين دلتا ودلتا ولين داكسيون. اذا خصني كنقلب كندير ديما عمودي على الغوا داكسيون، اذا كنرسمها عمودي. ها هي هنا اونغل دغوا، دونك هذه هي لا ديستانس دي اللي هي او ا. ندوز للحاله الاخرى، كنرسم لين داكسيون هو هذا، لاحظ معايا، ومن بعد كنرسم العمودي على 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 دلتا. دونك هنا راه هو اصلا عمودي هنا في هاد البلاصه، يعني المسافه ما بين لين داكسيون ديال لا فورس ودلتا راه كتساوي زيرو، دونك دي ايتيغال ا زيرو. دوزيام كيسيون، دوني ليكسبرسيون ام لو مومون دو اف، يعني ديال هاد لا فورس بارابور ا دلتا، يعني ها دلتا لو مومون دو لا فورس اف بارابور ا دلتا، اي كالكيلي سا فالور. اون دون او ا تساوي 30 سنتيمتر، لانتونسيت دو لا فورس اللي مطبقين حنايا 5 نيوتن، والزاويه تيتا هادي هي 30 دوغري. دونك انا باش نحسب لو مومون خصني نكون عارف انا العلاقه. اول حاجه اون سي كو اون ا لو مومون دين فورس في لو كا جينيرال ديما كنديرو بليس او موان زائد ولا ناقص، بليس او موان كنديرو fois d, yani l'intensité de la force fois la distance, la plus petite distance qui sépare l'ligne d'action ou l'axe de rotation. Donc je viens de dire, cette plus ou moins a le sens, le sens positif, yani ha ou le sens, yani anne hadik l'arid kadorf had le sens. دابا الا كانت هذيك هاد لا فورس كتمشي مع لو سونس ديال اللي اختاريناه، فهاد الحاله خصنا نديرو هنا بليس. لاحظ معايا هنا بان راه عندي غاديه في لو سونس ديالي، دونك غتكون انا خصني ندير هنا بليس. دونك ها لوكا الاولى، ها لوكا الثانيه، وها لوكا الثالثه. عند الكا الاولى اللي عندي دون لو بروميير كا اون لو مومون دو اف، اذا خاصني ندير هنا بليس. علاش؟ لان لو سونس اللي اختاريت اربيتخيغ راه غادي مع لو سونس ديال اف. دابا الا كانت اف كتصد جهه اخرى تكون معاكسه، خصني ندير هنا موان. دونك كندير اف فوا لا ديستونس لا بلي بوتي ديستونس دي، راه حنا حد لقينا قبيله قلنا هذه هي دي، دونك غندير هنا دي هي او اش. كيفاش غنحدد انا هاد او اش؟ دونك كيفاش غنحدد انا هاد او اش؟ اذا غندير انا سينيس، يعني لا كوت الكوتي اوبوزي، دونك غندير سينيس كتساوي هاد الضلع المقابل على الوتر، حيت الزاويه قائمه هي هنا، ها الوتر هو هذا هو او ا. دونك اون ا سينيس تيتا كتساوي او اش اللي هي دي سيغ او ا، صافي. دونك الا بغيت انا او اش غندير، غندير او ا فوا سينيس تيتا، حيت انا بغيت انا او اش. دونك او اش تساوي او ا فوا سينيس او اش سينيس تيتا، غنجي نعوضها هنا، دونك غتولي لو مومون دو لا فورس في هذه الحالة غتساوي بليس، ممكن تحيد تات بليس لأن التعارف راه بليس، دونك غدير اف اف ها اف او اش، ها هي او اش هي او اسينيس تيتا.
طيب احنا لقينا نديرو لابليكاسيون ميك حيت بغينا نحسبوا لا فالور اف غنعوضها ب 5 خص يكون اونيتي انترناسيونال ها هي النيوتن. بالنسبه للاو ار 30 سنتيمتر خصني نحولها للمتر ندير لها جدول ونضربها في 10 لا بيسونس موان 3 دونك غنلقى 0.3 عفوا دونك لا بغيت تحول من سنتيمتر للمتر خصك تضرب في 10 لا بيسونس موان 2 دونك يا اما دير لها جدول ولا تولا تضرب 10 30 تضرب 10 اس ناقص 2 وتولي 0.3 سينيس تيتا تيتا راه كتساوي 30 ودير الكالكيل ديالك وراه تلقاها 0.75 نيوتن فوا المتر الوحده من جهتها. اذا هادي اف ها هي اف بالنيوتن وامرا وبالنسبه للاو ار كتكون بالمتر. دونك شوفوا دابا لا دوزيام كا دونك اون اش نفس الطريقه نطبق لا غولاسيون. اذا في هذه الحاله لو سونس لاحظ معايا لو سونس كدور ولا فورس كندور دونك تكون معاكسه معاها. دونك في هذه الحاله هنا خصني ندير هنا موان دونك في لو كاجي كنديرو اف و دي. دونك في هذه الحاله دون لو دوزيام كا اذا غتعطيني اف دونك غتعطيني خصني ندير هنايا موان. علاش درت موان؟ كيف قلت لك انا لو سونس هي كدور في الجهه الاخرى ولكن لا فورس العكس ديالي اذا خصني ندير هنا موان. دونك عندي اف فوا دي لا بلو بو دي ديستانس لي بينات لاكس دو غوطاسيون و بين لين داكسيون راه هي دي اللي كنا ديرنا هي او ا. وندير لابليكاسيون نيميري تلقى موان 5 اف ها هي 5 ونحول هادي للمتر تولي 0.3 ونلقاها موان 1.5 نيوتن متر. دون لا تخوازيام كا هي هادي. هنا كاين واحد القاعدة حنا قريتي في لو مومون لا القوة باش يكون عندها واحد لافورس باش يكون عندها واحد المفعول اللي كنسموه حنا لو مومون خاص يكون لينداكسيون ما خصوش يتقاطع مع لاكس دو غوطاسيون. هنا راه لينداكسيون كيتقاطع مع لاكس دو غوطاسيون اذا لو مومون ايتيغال ا زيرو اوتوماتيكمون. دائما الا كان لينداكسيون كيتقاطع مع دلتا راه دير لو مومون ايتيغال ا زيرو. ولكن ممكن نطبقها هنا ونستعملها هنا غادير هنا اف اف و دي وتعوضها اف هاهي 5 ودي راه كتساوي 0 وتعطيك 0 دونك هنا ايتيغال ا 0. ولكن تعقل على هذه لان هذه اللي كتستعمل كثر. الا كانت اف لينداكسيون او بيان اف كوب لاكس دو غوطاسيون يعني كتقطع لاكس دو غوطاسيون اذا في هذه الحاله لو مومون ايتيغال ا 0. اذا ها لينداكسيون وها ها لينداكسيون ديال لا فورس وعندي ان دلتا كيتقاطع ما بيه اذا لو مومون ايتيغال ا 0 لان في هذيك الحاله لا فورس ما كيكونش عندها واحد المفعول. L'exercice numéro 2. Donc le schéma suivant représente une barre AB et d'un autre barre, de la longueur L, de longueur L, tol diel L et de masse négligeable, yani ma ndehach koutla, pouvant tourner, yani mouhmala, pouvant tourner sans frottement, bdoun htikak autour d'un axe fixe delta, ha delta fina blasa kin, horizontal, yani l'amoudi ala chacha bhaka, et passant par l'extrémité B, A et B yadi. La barre s'appuie sur un ressort au point C tel que AC égale L sur 2. Et donc, cette la barre, elle est contrainte à l'aide du ressort, à la disque, ou le, ou autre chose, c'est que AC, maintenant, là, L sur 2. Tout ce qui est là, c'est là. يعني هنايا هنا عندنا ال يعني ان هاد بحال السي جات في الوسط يعني منتصف قطعه منتصف ديال هاد لا باغ سون سور ليكستريميتي ا اون ابليك اون فورس اف فيرتيكال اي فير لو با دانتونسيتي. ها هي فيرتيكال او فير لو با نحو الاسفل لانتونسيتي ديالي 10 نيوتن اليكيليبر. دونك في حال التوازن كيكون التوازن لا باغ فورم ان اونغل الفا. اذا من بعد كدير لي لونغل الفا ها هي ها لا باغ هي اللي كدير واحد الزاويه الفا مع من مع هذا فيغ افيك لو بلون اوريزونتال. هذا هو البلون اوريزونتال اي لاكس دو روسور اي لاكس دو روسور اي بيربونديكولار سور لا باغ. اذا كيكون في حاله التوازن هذا لاكس دو روسور هو هذا كيكون عمودي على لا باغ. هذه عقل عليها لان غنستعملوها لان هنا كاينه واحد الزاويه قائمه. La première question, faire le bilan des forces appliquées sur la barre. Donc, on va essayer de faire le bilan des forces appliquées sur la barre. Donc, pour déterminer, pour faire le bilan des forces, on détermine le système ETD. Donc, le système ETD, on a fait la barre AB. Donc, les forces exercées sur la barre, on a dit que la masse est négligeable, il n'y a pas de poids. صافي دونك عندي زوج حدي لي فورس كاينه عندي لا فورس كاينه هاد لا فورس دونك عندي لا فورس اف
لا فورس اكزيرسيون اون ا اللي طبقنا هنايا، وكاين عندي لا فورس ديال هاد لو غوسو، هاد النار بحال اللي كيدفع نحو الاعلى، حيت غوسو كيرجع الحاله الطبيعيه ديالو. اذا كيدفع كاينه لا طونسيون دو غوسو او بيان لا فورس اكزيرسي بار لو غوسو، لا فورس اكزيرسي بار لو غوسو اون سي كيطبق هنا في هاد البلاصه. وعندي ايضا من كاين هاد التاثير ديال هاد لاكس دو روتاسيون، دونك عندي لا رياكسيون دي دو لاكس دو روتاسيون، دونك لا فورس اكزيرسي بار لاكس دو روتاسيون دلتا، دونك عندي 3 فورس. اذا هنا ما درتش لو بوا حيت عندي لا ماس اي نيغليجاب. La deuxième question représente son échelle, la force R appliquée par l'axe de rotation, sachant qu'il se trouve en bas du plan horizontal. Donc, on va mettre le N, sachant qu'il se trouve, il y a un peu اسفل لو بلون اوريزونتال. انا ما نتسوقش لهذه، نطبق انا داكشي اللي حنا قريناه. عندنا هنا نحاولوا نطبقوا لي كونديسيون ديكيليبر دان كورس دان كور سوليد سومي ا 3 فورس، حيت انا عندي هنايا عندي 3 فورس. دونك الشرط الاول اللي عندي باش نعرف انا اغ فين غاديه، واش فين 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 غنمثلها. اذا انا اول حاجه عندي اليكيليبر لي دووا داكسيون دي 3 فورس سون كوبلانير اي كونكورونت اون ان ان سول بوين. هذا هو الشرط الاول، خاص يكونوا لي داكسيون يعني لي دووا داكسيون خاص يكونوا مستوائيه ومتلاقيه في واحد لو بوين، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني خاص يكون لا سون دي فورس ايتيغال لو فيكتور نيل. دونك نحاول نطبق انا هذا. دونك هنايا نحاول نمثل انا لينداكسيون ديالهم، هادو كنعرفهم، دونك ها هي تي كنعرفهم، تي راه كتكون طالعه الفوق لانه كيطلع كيحاول يدفع نحو الاعلى. بالنسبه لا رياكسيون دو بلون، اذا هنا راه عرفت بان لينداكسيون ديالها غيكون بحال هكا، ولكن انا ما عرفتش واش غتطلع الفوق ولا غتهبط نحو الاسفل. دونك غنطبق لا كونديسيون الثانيه، خص يكون لاسون دي فورس ايتيغال لو فيكتور نيل. من معنى هذه يعني ان لو بوليغونال يعني لين بوليغونال خص يكون فيرمي، دونك لو بوليغون يعني هذاك المخط هذاك المثلث المضلعي المخطط المضلعي خص يكون مغلوق دو سيت فورس اي فيرمي. دونك نحاولوا نرسموا حنا دابا ونعرفوها فينا بلاصه صاده. دونك اول حاجه عندي ترونسلاسيون بالنسبه لاف، اذا هذه هي اف، عندي ترونسلاسيون كتحافظ على الاتجاه المنحى المنضدي، يعني بحال عندي لا ترونسلاسيون عادي. بالنسبه لتي تي عندي لا ترونسلاسيون حيت انا كنعرفها، دونك ها هي درتها هي متوازيه معاها، دونك هذه هي تي. دونك بالنسبه لاغ دابا غنعرفها واش غتطلع الفوق، اذا هي خص يكون مغلوق، خص يكون لا سون دي فورس ايتيغال لو فيكتور نيل، يعني ان حنا كنعرفوا ديما خص ندير لوريجين مع ليكستريميتي، لوريجين مع ليكستريميتي، يعني ان هنا في هاد البلاصه شنو خص يكون عندي؟ خص يكون عندي الراس، يعني خص يكون الراس هنا خصها تكون هنا لوريجين، يعني عرفت بان اغ راه غتكون صاده هكا. دونك غنمثلها بحكا وغندير هنا اغ، اذا حنا مثلنا اغ بدون استعمال سلم، هنا طبقت لي كونديسيون ديكيليبر دان كور سوليد سومي ا 3 فورس. La troisième question, trouvez l'expression du moment de la force F en fonction de F, L et alpha. L ou la longueur de la barre, alpha est zéro et alpha, ou F est l'intensité. Donc, pour déterminer le moment, je vais faire la relation. Donc, le moment d'une force, de la force est égal plus ou moins F fois D, la plus petite distance. Donc, on va faire la plus petite distance. راه تعلمنا قبل اول حاجه كنرسم لينداكسيون هو هذا، وكنرسم العمودي عليها، العمودي على لينداكسيون. دونك بطبيعه الحال غتكون هذه هي لا ديستونس دي، دونك غندير انا اش هنا، غتكون هذه هي دي، ديما عمودي من لاكس دو غوطاسيون. هذه التركيب باش كنحدد لا بلي بوتيت ديستونس ما بين لينداكسيون وما بين لاكس دو غوطاسيون. دونك عندي نكتب انا هنا دونك اف ايتيغال، دونك عندي بليس، علاش خاصني ندير بليس؟ لان لو سونس ديال اف راه غادي مع لو سونس اللي انا مختاري. دونك عندي هنا بليس اف و بي اش هاي بي و ها اش، دونك ايتيغال. دونك ممكن نحسب انا بي اش نستعمل كوسينس الفا، يعني الكوتي ادجاسون. دونك في هذه الحاله عندي هنايا كوسينس الفا اش كتساوي؟ كتساوي الضلع المحاذي، يعني انها تعطيني بي اش سيغ لو بوتينيس، يعني الوتر هو هذا هو ا بي، و ا بي راه هو لا لونغور ال. دونك ممكن نلقى انا بي اش انطلاقا من هنا تولي ا بي كوسينس الفا، دونك ا بي كوسينس الفا. هادشي ديال الرياضيات، هادشي نعوضها هنا. دونك غتولي عندي اول حاجه ابي راه كنعرفوها هي ال، دونك غندير هي الطول، حتى في المعطيات بان لا لونغور ديال لا باغ راه هو ال. دونك غنعوضها دابا هنا تولي ان، تولي عندي اف بي اش راه هي ال كوسينيس الفا، وني درتها هنايا. دونك ها حنا لقينا لو مومون اون فونكسيون دو اف و ال و الفا. La quatrième question, rappelez les conditions d'équilibre d'un solide pouvant tourner autour d'un axe. D'abord, dawaran, ماشي الاولى اللي كنا قلنا لي كونديسيون.
دونك كاينين دو كونديسيون. اول حاجه راه كيسيون دو كور لا سوم دي فيكتوريال دي فورس ابليكي سور لو سوليد اي اونيل. اذا خاص يكون نيل يعني كنكتبوا لا سوم دي فورس اكس تي ايكال فيكتور نيل. الشرط الثاني ديال الدوره فملي كيكون عندي الجسم بحال الدوران دونك فهاد الحاله كيكون لا سوم الجبريك دي مومون دي فورس ابليكي سور لو سوليد بارابور ا لاكس دو روتاسيون ديال اونيل. يعني كندير هنا لا سوم دي مومون تقدر تكتبها بحقا وبحقا كافي بالنسبه لك. لو مومون لو مومون دو فورس اكستيريور بارابور ا داتا ايكال ا زيرو. دونك هادو هما لي دو كونديسيون. دونك عندوز دابا لا سانكيام كيستيون. كالكيلي لا طونسيون دو روسور. لا طونسيون دو روسور يعني لا فورس اكزارسي بار لو روسور سور لا سور لا بار. دونك باش نحددهم يا اما نستعمل انا هذا هاد لا كونديسيون يا اما نستعمل هاد لا كونديسيون. دابا انا مشيت استعملت لا كونديسيون الاول غندير اف بليس تي بليس ار دونك ايكال لو فيكتور نيل. ولكن خصني ندير بروجيكسيون. دونك هنا راه بالنسبه لار ما كنعرفش لي كوردوني ديالها ار اكس و ار ايكغيك. دونك غنمشي دابا لا كونديسيون الثاني حيت انا اصلا حسبت لي مومون ديال لا فورس اف مثلا كمثال ونقدر نحسب لو مومون ديال لي فورس الاخرين. دونك هنا غنستعمل انا هذا غنستعمل لا كونديسيون الثاني. دونك ا ليكيليبر دونك في هذه الحاله غيكون لا سوم دي فورس اكستيريور تيغال تيغال زيرو. دونك شكون هما لي فورس عندي؟ لي فورس عندي اول حاجه لو مومون دو اف ها هو بليس لو مومون ديال تي بليس لو مومون دو ار دونك ايتيغال ا زيرو. بالنسبه لو مومون دو اف راه عندنا فايت نحسبناه. دونك لقينا اف ال كوسينس الفا حسبناه في لا كيسيون. لا كيسيون كنظن لا كيسيون 3 دونك لقينا في لا كيسيون 3. دابا غنمشي نحسب لو مومون دو تي. لو مومون دو تي دونك كنعرفو ندير تي بليس او موان. دابا علاش درنا بليس هنا؟ لاحظت معايا لو سونس ديال الغوطاسيون واحد ولكن تي غادي يعني معاكسه مع لو سونس. اذا في هاد الحاله خصني ندير هنا موان كندير اف يعني لا فورس لانتونسيتي دو لا فورس هي تي فوا دي لا بلي بودي ديستونس ما بين من ما بين لين داكسيون ما بين لين داكسيون ديال لا فورس وما بين لاكس دو غوطاسيون. راه عندنا في المعطيات بان اليكيليبغ راه كيكون هاد كيكون هاد 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 لو غوسو كيكون عمودي على الباغ. يعني ان هنا راه عمودي هاد لين داكسيون راه عمودي يعني كاينه هنا زاويه قائمه. اذا كنرسم انا القطعه اللي كترسم بحال هكا كتكون من ضيطه كيف تعلمنا وكتكون عمودي على لين داكسيون. دونك هذه هي المسافه اللي كنقلب انا عليها هي دي لا بوتي ديستانس يعني دي كتساوي بي سي. دونك غتعطيني هنايا موان تي بي سي. وشني بي سي؟ راه السي راه بحال جات الوسط. حنا عاطينا في المعطيات بان ا سي راه كتساوي ال سيغ دو وعاطينا ا بي راه هي ال يعني ان بي سي راه كتساوي هي ال سيغ دو. دونك نجي نعوضها هنا تولي موان تي ال سيغ دو. دونك حنا لقينا لو مومون دو تي. دابا غنمشي لمومون دو ار. لو مومون دو ار تيغال ا زيرو. علاش لو مومون دو ار تيغال ا زيرو؟ دونك المومون دو ار تيغال ا زيرو علاش شنا ار؟ ها هو لين داكسيون ديال ار هو هذا ولاكس دو غوطاسيون فينا ودلتا. اذا قلت لكم دائما الا كان لاكس دو غوطاسيون كيقطع لين داكسيون ديال لا فورس كيقطع لاكس دو غوطاسيون راه صافي اوتوماتيكمون ديال لو مومون ايتيغال ا زيرو لان هذيك ما عندهاش مفعول. دونك كار با دو افي. دونك هنا كار لا دروات داكسيون او بيان لين داكسيون دو ار كوب لاكس دو غوطاسيون اذا اوتوماتيكمون لو مومون ايتيغال ا زيرو. دونك في هاد الحاله غنعوض دابا كلشي غنعوض دابا هنا بالنسبه ل مومون دو اف غنعوض بهاد ليكسبرسيون. دونك لو مومون دو تي غندير بليس ولو مومون دو تي كتساوي موان تي ال سيغ دو. دونك بليس مع موان تعطيني موان وعندي بليس لو مومون دو ار راه كتساوي زيرو ايتيغال ا زيرو. صافي دونك اشنو عندي؟ غندوز دابا هنا تولي عندي اف ال ايتيغال ندوزها هنا تولي تي ال سيغ دو حيت موا دوزنا تولي هنا بليس. دونك شنو بغيت نحسب انا؟ بغيت لا طونسيون. طونسيون دو فيل هي هادي تي. دونك انطلاقا من هذا دونك اول حاجه نختاز على ال باش تجيني ساهله اش بقى عندي. دونك تي بحال ولات هنا تي سيغ دو. تي سيغ دو تي سيغ دو يعني ولا تضرب هنا كلشي في دو غتختزل على دو غتولي هنا خصك تضرب هنا دو. دونك في هاد الحاله عطيك تي ايتيغال دو فوا اف كوسينيس الفا. دو فوا اف كوسينيس الفا وندير لابليكاسيون نيميريك وراه عندنا دو اف راه عندنا هي 10 الفا راه كتساوي 30 وندير لابليكاسيون نيميريك ونلقى 17.32 انيوتا. اذا غنتوقف هنايا. اذا غنكمل معاكم من بعد. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.